استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مكتبه بالديوان العام للوزارة صباح اليوم وفدا من أعضاء اللجنة الأمريكية اليهودية، يترأسه السيد جيسون إيزاكسون مدير الشؤون الحكومية والدولية في اللجنة بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. ورحب معالي وزير الخارجية خلال اللقاء بوفد اللجنة الأمريكية اليهودية مستعرضا معاليه مسار العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل الارتقاء بها في كافة المجالات مما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مشيدا معاليه بالدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في ترسيخ الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومؤكدا دعم وتضامن مملكة البحرين لكافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في جميع أنحاء العالم ومواجهة التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي. من جانبه أعرب وفد اللجنة الأمريكية اليهودية عن سعادتهم بلقاء معالي وزير الخارجية، منوها بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات صداقة تاريخية وطيدة، مشيدا بما تتمتع به مملكة البحرين من حرية وانفتاح يعكس روح التسامح والتعايش الحضاري التي تسود المجتمع البحريني.